سبع شواليات. كم فكرونا شيء؟ 220 فكرونا. بس ريال فكرونا الوحدة. يعني مبلغهم بالكامل كم هذي؟ 4000 جنيه مبلغ الشواليات هذي بالكامل. تم ضبط 5000 سلحفاة في شهرين، رقم مفجع يعني. 5000 سلحفاة في شهرين رقم مفجع راه. وللأسف أن القانون الليبي ما يجرمش، لو يضبط حد ما يجرمش التهريب بتاع السلاح. مخدرات وسلاح، بشر ووقود، آثار وسلع، كلها عملات واحدة لشبح يجثم على ليبيا لم يستثني أي قطاع إلا واخترقه. إنه التهريب. السلاحف البرية المهددة بالانقراض وحامي حمى التوازن البيئي الوطني لم تسلم من التهريب. أكثر من 5000 سلحفاة تم إحباط محاولة تهريبها في عمليات متتالية. قلت لك في شهر 5000، في شهر 3 بس 5000 في 2021. رقم مفزع. منفصلتين، استوديو كليماني واستوديو سرينيكا، يعني السلحفاة اليونانية والسلحفاة اليونانية المصرية واليونانية. في شهر رمضان الكتيبة 166 وتبضوا 500 سلحفاة، يعني يسلمون لنا مش شوية. 500 راهو. كيف تتم عملية التهريب؟ ومن هي الأطراف المتورطة في هذا العمل الخطير؟ وما هي وجهة السلاحف المهربة؟ اكتشفنا أن من المجاليات الغير العربية يعني المحيطة بنا، يعني ففي رعيان الساعي أو رعيان المواشي، فكل واحد مثلا يجوا الناس هذول اللي من دول الجوار، فيجوا رعيان الساعي في المنطقه يقول له انت قاعد ترعى بالساعي في البر، يقول له كل سلحفاه تمسك كراي نشر فيها ب 15 دينار، تمام؟ فالراعي نتاع الساعي هو راتبه مثلا ياخذ في 1000 دينار، هو الرعوه نتاعه مثلا مع الساعي مع مول الساعي هذا ياخذ في 1000 دينار، يقول له انت ماشي في البر لما تلقى واحده روح بها وحطها في حظيره او حطها مثلا في دير لها مكان هيك، لما تجمع وهذا رقم يتجمع 15 20 جنيه عن خلصك ب 15 دينار، لما هو يمسك حوالي 100 1500 دينار، يعني مرات يمسكهم في 10 ايام. يعني هنا يطلع من هنا المصر، المصر لان الضبط على الجهه الشرقيه، من مصر بعض منهم يجي الاسواق، هذا حسب تتبعنا نحن كمنظمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الأسواق العالمية للحيوانات، يمشي وينبيع في سوق القاهرة، تمام؟ المصرية عنده معتقدات روحانية أن لما يربيها في الحوش تجيب الرزق ومش عارف كذا، وبعض منها ينضرب لها شهادة سايت، يضربوا في ورقة للسلاحف هذين ويدرون في إعادة تصدير أوروبا لبعض الدول، يعني وأسعارها غالية ما نبيش نحكي على السعر يعني، بس هذه هي الفكرة يعني. هذا ونوع يتم تهريبه عبر الأنفاق الفلسطينية المحتلة، يعني اللي يمشي الفلسطيني المحتل. ما هو التعريف العلمي لهذا النوع الفريد من السلاحف؟ أصغر أنواع السلاحف في العالم، وتسمى باللغة اللاتينية اللي هي اللغة العلمية، الاسم اللاتيني المعروفة بتستوديو كليماني، وبالاسم اللي هي تستوديو كليماني، وبالاسم المحلي او الاسم العادي اللي هو السلحفاه المصريه. سميت المصريه لان اكتشفها عالم الماني في 1800 في دلتا النيل، فسميت المصريه بالاسم هذا يعني. وتواجدها كانت في فلسطين المحتله، ومصر تمتد الى ليبيا، الى غرب ليبيا يعني. وانقرضت من مصر وانقرضت من فلسطين المحتلة، لا توجد حاليا لليبيا. غير أن الإجابة على سؤالنا عن حصر عدد السلاحف الموجودة في البلاد كان مستحيلا لسبب رئيسي. ليبيا للأسف الشديد، للأسف الشديد، من 51 من بداية المملكة الليبية المتحدة إلى الساعة هذه، للأسف ما عندناش إحصائيات في أي شيء لسبب يعني.
كنا بعيدين على الإحصائيات العالمية وما فيش دراسات فعلية وحقلية. ما هي العوامل المساعدة على تفاقم هذه الظاهرة بالنظر للأعداد الكبيرة لعدد السلاحف المهربة؟ وللأسف أن القانون الليبي ما يجرمش لو يضبط حد ما يجرمش التهريب بتاع السلاحف، ما فيش قانون. يعني حولت كم قضية للنيابة فيفرجوا عليها من سرايا النيابة لأن ما فيش قانون، فيش قانون يضبط. فحتى العسكرية أو الجهات الضبطية اللي تعاونا معنا كموضوع وطني بس عز وطني يضبطوا الشخص ويسلموا السلاحف للشرطة الزراعية، شرطة زراعية ما عندهمش مثلا إمكانيات وكذا، فنحن ناخذ من صمت. هل تفتقد القاعدة القانونية التشريعية الوطنية لقوانين تجرم هذا الصنف من التهريب؟ وأين يكمن الخلل بالضبط؟ هل في غياب القوانين أم في الإفلات من العقاب؟ هذه حيوانات لقت أو وجدت حماية قانونية تشريعية في القانون الليبي، ولا صحة لأي ادعاء بأن المشرع الليبي قد سكت أو أغفل عن حمايتها بموجب نصوص قانونية. بل على العكس، المشرع الليبي في ومنذ سنة 89 بموجب أحكام القانون رقم 15 سنة 89 بشأن حماية الحيوانات والأشجار نص تقريبا على 9 مواد مهمة. هذه التسعة المواد التي ذكرت في القانون أكدت على أن الحيوانات البرية هي جزء من ثروة ليبيا، وهناك واجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها، وكذلك الاهتمام بالمراعي التي تعيش فيها وغير ذلك. وجرم هذا القانون الاعتداء على هذه الحياة البرية وهذه الحيوانات، ووضع حتى حوافز للإبلاغ عن هذه الجريمة. هناك قانون مكافحة التهريب، هذا القانون أيضا يعمل بشكل جيد في ليبيا ومنذ سنوات طويلة. فهل يكون التقاعس في تطبيق القوانين سببا أم أن المسؤولية جماعية تتكبدها أكثر من جهة؟ هناك حماية قانونية تشريعية يلزم لتعزيز هذه الحماية أو لتفعيل هذه الحماية أن تكون لدينا وزارة زراعة تهتم بتفعيل هذه القوانين، ويكون هناك جهاز حرس بلدي يعي مدى أهمية تطبيق هذه القوانين وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي والحفاظ على ثروات الدولة الليبية التي تعتبر السلاحف جزء مهم منها. إذن يجب أن يكون هناك مشروع للقانون، ربما يكون مصدره وزارة الزراعة أو وزارة البيئة وبعض المختصين يعالج هذا الأمر. وهناك يجب أن يكون هناك أن تكون هناك جهود توعوية مكثفة لتوعية الناس بأهمية الحفاظ على الثروة البرية وأهمية حمايتها والإبلاغ عن أي مساس بها. أيضا على الصعيد التشريعي أو على صعيد الاتفاقيات الدولية أدعو إلى دراسة مدى إمكانية الانضمام لاتفاقية سايتس، هذه الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية والتي تنظم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، وتمكن الدولة من استعادة هذه الحيوانات إذا ما هربت. وهناك وأيضا تساعد على معرفة الشبكات الدولية أو أي مجموعات تعمل أو تنشط في مجال تهريب الحيوانات البرية وتعريضها بالتالي للانقراض. أوصي في النهاية بأن يكون هناك مشروع للقانون يعرض على الجهات المختصة. هذا المشروع يجب أن يعيد تنظيم أو يعيد تجريم
والنص على عقوبات أكثر شدة على المخالفين لأحكامه وعلى كل شخص يهدد الحياة البرية. رغم وجود القوانين ورغم صرامتها، إلا أن تفاقم ظاهرة التهريب لا هي دليل قوي على عدم جدية التعاطي مع المخالفين، فالإفلات من العقاب دافع قوي للتمادي أكثر فأكثر، غير أن الحلول ما زالت قائمة قبل أن تهدر ثرواتنا البرية والطبيعية.